الدجاجة مسكينة راه قنطانة، دروك غادي نمشي ندبر لها على شي راجل مزوج. انا حاس بها مع هادي شي جوج سيمانات ولا وهي بوحدها هنايا، جاها الملل. دروك غادي نمشيو ندبروا لها على اللي يونسها، سوا ديك سوا دجاجة، ومنها نديرو فلوق. هادي شحال ما درناش شي فلوق، وهذا هو البيت ديال الدجاجة. وها هي الدجاجة، الماكلة ديالها هي، ما ديالها هو. دروك غادي نمشيو نشريو شي حاجة اللي تونس هادي. المهم رانا هاودي للمدينة، دي البيكالا دي السنيديقة ومورايا. شحال هادي ما صورتش شي فلوق دروك. المهم هاد رمضان ان شاء الله غادي نبداو الخدمة الخدمة الخدمة، ولي فلوق لي فلوق. شرينا الدجاجات هما هنايا في هاد الصندوق، غتمشي للدار ونوريهم لكم. ما تقدش تما تصور، راكو عارفين تما التحاس، الناس اللي ساكنين في وجده راهم عارفين ملي كيكون التحاس تما ونسى ما تقدرش تصور. ها هما في هاد الصنيديقه، بصح خصني نديهم دغيا قبل ما يتخنقوا هنايا. ولا دروك جينا من لهنايا نشوفوا شي كان كارين، نشريو عليه الشباك باش ندير لهم الشباك باش ما يهربوش، ونمشيو ليها نشريو لهم الماكله. شحال هذا الماء هذا السيف؟ يستر نقلو لهم شي شويه باش ما يتخنقوش. ولا والله الا صوتهم ملي كيتسمع ولا المهم ركلت لهم هنايا هاد البلايصه فين نديرهم. دروك غادي نزيد لهم واحد البيت لهيها. هنايا درت لهم هادي الباب الفوق هنايا من البرد والشتا، يمكن ندير لهم شي باراش ولا شي حاجه نطبر عليهم، ونزيد لهم شي عشه لهيها ديك الدجاجه الاخرى. دروك خصني نبلع لهم هاد السراجم باش ما يخرجوليش، حيتاش كيهربوا من لهنايا وتبقى لاحقهم في الزنقه. ها هما دروك خرجوا بثلاثه. هاد الديك قبيله دار واحد الصيحه واعره بزاف. قبيله كان كيودن الطهور، هو بدا كيصيح. دروك غادي نقول لكم الاثمنه ديالهم. هاد الديك شريته ب 70 درهم. الدجاجه هذيك ديالنا جاتنا كادو، هادي شريتها 65 درهم. قالوا لي بلي بزاف عليهم الاثمنه هاد الزوج، اللي يفهم فيهم يقول لي الثمن ديالهم واش غالي ولا هو هذاك الثمن ديالهم. هادي الدجاجه ديالنا والديك مع بعضياتهم، كيتشاغي مع بعضياتهم. الاخرى مسكينه بوحدها، الاخرى ها هي مسكينه بوحدها، ما شتفشاي بوحدها. صراحه كانوا عندي بزاف ديال الصوالح، بزاف ديال المشاغل، ما قدرتش نبقى نتبع لي فلوغ. عندي صوالح اللي هما اهم كنت متبع، مي دروك ان شاء الله هذا رمضان وما وراء رمضان غادي نحاول الماكسيموم اني نرمي فيديو في السيمانه. يلا دروك نشوفوا شي حاجه ما نديرو لهم. المهم ريقلت لهم هنايا العشه ديالهم مقبيله، هو يصيح. انا كنقول له عاود، هو كيصيح ديك عاود عاود شي وحده كيما قبيله، عاود 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 صيح شي وحده كيما قبيله. والله الا لا مقبيله وانا كنصور كنقول له عاود وهو كيصيح، وكنقول له عاود وهو كيصيح. في التالي لقيت حتى حاجه ما تصورات، شي وحده كيما قبيله ما صورت الكاميرا والو. ديك شي وحده كيما قبيله الله يرحم الوالدين ما بغاش. المهم غادي نوريكم العشه ديالهم.
هذه هي اللي رجلتها جديده. المهم درت لها لوحات هنايا، درت واحد الباسينه هنايا لياجور، وهذه اللي كانت قديمه، هذه مظلمه مع فيها الصوالح بزاف هنايا، فيها البنو، فيها وساده، فيها واحد الفوطه درنا لها، وهنايا الماء. دروك المشكله مع هذا الشيء كامل هو كاين ندير نجيبهم باش يدخلوا هنايا. هذيك اللي كانت قديمه موالفه في هذه البلاصه، ولكن ما موالفاش في هذا الكرياج. دروك غادي نمشي ندابز معاهم نشوف كي ندير ندخلهم هنايا. ما بغيتش يخليه حتى الليل، هي نقدر نخليه حتى الليل، كاين الناس وما كيتحركوش، كتمشي تهزهم دير فيهم ما بغيت، ديك الساعه بغيت تذبحهم ما يهضروش. بصح بغيت ندخلهم دروك باش نشوف كل واحد يشد بلاصتو. ماشي عندهم غادي ينكزهم السرجم غادي يهربوا برا، و الا هربوا برا شكون اللي غادي يشدهم؟ كون كانت وحده بعدا تبعها و دابز معاها، راهم ثلاثه شي غادي يهرب لك، ها شي ها وفي الزنقه ما تشدوها. دوك غادي يخليهم حتى الليل صافي، في الليل من ينعسو تجي تهزهم دير فيهم ما بغيت. ديك الساعه ندخلهم نحطهم هنايا، نحطهم غير في ديك العشا فين كنت فين كانت تبات هذيك القديمه. ها هما اخيرا دخلوا للعشه ديالهم، عرفوها لراسهم تا واحد ما وراهم، هادوك راهم اللي هي باغيين يطيروا. الثاني في هذا الفلوق، والحمد لله طاحت واحد الشتوى اللي واعره بزاف. وغادي نركبوا العشا ديالهم، واش دخلت الماء ولا لا؟ الاولى ها هي ما كاينش كاع الماء، وهما هما هنايا ما عندهمش الماء.